كلام مهم جدا جدا بيتقال، وفي ظل هذا الكلام انا معلش قبل بس ما اروح للفيديو اللي قادم لانه عندي فيديو مهم، ولكن برضو يا كابتن، هو خالد بيبو وشه حلو النهارده ولا وشه وحش؟ ما انا برضو يهمني اعرف. في مصطلحات كده غريبه الحقيقه، لان انا الفتره اللي فاتت بشوف حاجات غريبه بصراحه، سواء مع كولر، مع خالد بيبو، مع كابتن خطيب، مع مجلس الاداره. هو دلوقتي خالد بيبو ايه النظام يا جماعه؟ حد يقول لنا بقى، هو خالد بيبو النهارده وشه كويس حلو يعني مبسوطين؟ مصطلحات ده انا الحقيقه بستغرب منها جدا، في يعني في حته انك تتكلم على الوش الحلو والكعب العالي والكعب الواطي، الحقيقه دي مصطلحات للاسف يعني بنقولها بهزار، المفروض تتقال بهزار، لكن على مستوى الشغل، على مستوى البروفيشنال اللي احنا بنشتغل عليه، لا خالد بيبو يعني اولا استلم المهمه في وقت صعب جدا، ومالوش دور في الناحيه الفنيه، وبعدين خالص. انك تربط الشكل الاداري بالنتائج الفنيه، دي غريبه شويه يعني. في بيبقى في عوامل شويه بتادي ان الفرقه لازم تتلم، والنواحي الاداريه بتتشاف بشكل اكتر من رائع، ولغايه دلوقتي الحقيقه ما فيش اكتر من يعني كلمه امتياز لكل الامور الاداريه لفريق النادي الاهلي الحقيقه. ودخول خالد بيبو، انا عارف خالد على المستوى الشخصي، راجل ملتزم جدا وعارف بالظبط شغله ايه، وايه اللي بيثار في السوشيال ميديا الحقيقه تاني بقول مش لازم يأثر. معلش يا كابتن، عشان برضه الناس ما تاخدش كلامنا، السوشيال ميديا الغير اهلاويه. انا بتكلم بشكل عام، ان في مصطلحات في السوشيال ميديا يعني بتتقال المفروض ما تتقالش في الكوره يعني. خلينا نتكلم النادي الاهلي كمنظومه، النادي الاهلي بيشتغل كمنظومه كده. عمر النادي الاهلي ما واحد بس اللي بيشتغل، خالد بيبو بيقوم بادواره على اعلى مستوى، وكولر كمان بيقوم بادواره على مستوى عالي جدا، الكابتن محمود الخطيب اللي قدامنا دوت الراجل الحقيقه رغم تعبه ورغم يعني معاناته الصحيه، لكن دايما متواجد في الوقت المناسب مع النادي الاهلي، موجود معاهم باستمرار، الكلام اللي بيقوله للعيبه الحقيقه بيخش قلبهم من نمره واحد، وكمان بيخش عقولهم وبيديهم نوع من انواع الفخر ونوع من انواع المسؤوليه. يعني لما الكابتن محمود الخطيب يتكلم مع اللعيبه، هو اكيد دلوقتي انا عارف من غير ما اسمع هو بيقول لهم ايه، شرفتوا النادي الاهلي، عملتوا اللي عليك، ولكن اللي جاي اصعب، لازم نركز في اللي جاي. بالظبط، هو ده الكلام اللي بيتقال الحقيقه، ان افرحوا النهارده واتبسطوا النهارده، لكن من بكره الصبح عندنا مباراه، شرفتوا النادي الاهلي، شرفتوا جماهير النادي الاهلي، ولكن لسه المسؤوليه ان شاء الله كبيره عليكم. وهو دوت الحقيقه الرساله يعني المختزله القصيره جدا. كابتن خطيب ما بيتكلمش كتير، كابتن خطيب دايما بيقول رسائل ودايما بتكون الحقيقه في موضوعها السليم يعني. ربنا يديله الصحه ويفضل دايما معانا كابتن خطيب. الحقيقه بعيدا عن ان هو رئيس النادي الاهلي والكلام ده كله، كلنا الحقيقه لما بنشوف كابتن خطيب بتحبه، راجل بتحبه، مش هقدر اقول اكتر من كده عشان ما يقعدش برضه يقول لك انت بتطبل وبتعمل والكلام اللطيف اللي بيتقال ده، لكن تمام. عموما والله يا جماعه، حتى كابتن خطيب قبل ما يبقى رئيس النادي واحنا لما بنشوف كلنا بنحب كده يعني، فيعني ده طبيعي جدا. معلش اعذروني، النهارده احنا مبسوطين زي ما حضراتكم بالظبط مبسوطين، لانه كان الضغط كبير جدا جدا. تخيل حضرتك لو الامور متغيره، تخيل حضرتك لو احنا مغلوبين، تخيل حضرتك لو احنا كنا راجعين في الطياره دلوقتي، كان ايه اللي حصل والكلام كان هيبقى على ايه؟ مشوا كولر بقى يا جماعه، ده خالد بيبو ده وش وحش، ده الاداره دي ما بتعرفش تدير، ده الاداره دي لازم تمشي. مش ده اللي كان هيتقال؟ مش هو ده اللي كان بنسمعه خلال الفترات الاخيره؟ ومش معنى الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه، وهنا انا لا اخاطب جمهور الاهلي عشان بس ما حدش يبقى فاهم غلط، انا لا اخاطب جمهور الاهلي، مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان كولر ده اعظم مدرب، ده مش عارف بيبو ده احسن ايه، لا، عندهم اخطاء طبعا. والكابتن هاني انا بسمعه في برنامجه في المحترف بيتكلم عن اخطاء واضحه في اللي بتحصل في الفرقه فنيه، حقه زي ما الاستوديو التحليلي بيتكلم عن اخطاء واضحه بتحصل في المباريات، وبالتالي عنده اخطاء، ولكن احنا كلنا مقتنعين بيه، منظومه النادي الاهلي وجماهيره مقتنعه بهذا الرجل، بهذا المدير الفني، منظومه النادي الاهلي وجماهيره بتقف خلف مدير الكره بتاعها مهما كان اسمه، ورا ادارتها، ورا هو ده اللي احنا دايما متعودينه من جمهور الاهلي. ولكن الكلام اللي انا بوجهه ده بوجهه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، لانه كلام مهم جدا. افهموا عقليات النادي الاهلي بتبقى دايما مختلفه، عقليات لعيبه النادي الاهلي واداريينه و كل من له صله بالنادي الاهلي دائما ما تكون مختلفه، ده المهم جدا، ودي الرساله اللي انا عايز اوصلها. انا متفق معاك تماما يا اسلام، وزي ما بقول دايما الاهلي هي عباره عن مؤسسه بيدار بشكل مؤسسي، ما فيش حد بيقوم بكل الادوار، ما فيش حد بيقوم بمسؤوليه لوحده، وبالتالي النجاحات اللي حضراتكم شايفينها ده صدقوني الموضوع صعب مش سهل.
يعني هذه النجاحات وهذه الارقام القياسيه اللي بنتكلم عليها، 9 مرات في كاس العالم للانديه، 4 مرات على التوالي في نصف نهائي كاس العالم، اكبر نادي في افريقيا على مستوى البطولات، اكبر نادي في مصر على مستوى البطولات، يعني لو بتتكلم على هذه الارقام ما تفتكرش ان الموضوع سهل، لا الموضوع محتاج اصرار، محتاج شغل كبير جدا جدا على مر العصور، على مر السنوات اللي فاتت، وهو ده النادي الاهلي، وما زالت ان شاء الله باذن الله البطولات جايه، وما زال دولاب النادي الاهلي جعان كمان بالكؤوس وبالدروع ان شاء الله اللي هتيجي في المستقبل ان شاء الله. خلي بال حضراتكم مره ثانيه احنا ما عملناش حاجه. هتقول ايوه ما عملناش حاجه، احنا ما عملناش التارجت بتاعنا لغايه دلوقتي، ما عملناش التارجت بتاعنا يا جماعه. احنا مبسوطين بالاداء، مبسوطين باللعيبه، مبسوطين بالمدير الفني، مبسوطين بادارتنا اللي بتدير هذه المنظومه كلها، ولكن احنا ما عملناش حاجه. هنبتدي بقى نتكلم هنعمل ازاي اللي جاي. هذا الفريق اللي احنا الناس متخيله ان احنا هنلعب مانشستر سيتي في النهائي، يا جماعه الكلام ده مش صحيح. مباراه اصعب من اتحاد جده 100 مره اللي بقى حضراتكم هنتكلم فيها لسه بعد شويه، ولكن المباراه القادمه فلومينينسي واحده من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي. انا في رايي اصعب من المباراه النهائيه، لان لو ان شاء الله ربنا كرمنا في ووصلنا المباراه النهائيه ما عندكش حاجه تخسرها في الطبيعه، لكن المباراه اللي جايه فريق بطل كوب امريكا، فريق عنده اعمار سنيه عاليه شويه، لكن فريق انا في رايي يتخاف منه، يعني فريق يتخاف منه، ده الرساله اللي توصل للعيبه. يعني هنتكلم اكتر فنيا عن هذه المباراه، لكن خلينا لسه في اجواء الاحتفاليه. وباسكال سوبر بيهلر عضو اللجنه الفنيه للفيفا وحارس مرمى منتخب سويسرا